10 أيام على عيد الأضحى المبارك، يتوافد المواطنون على الأسواق من أجل اقتناء أضحية العيد، كل حسب قدرته المادية. فما هي النصائح الواجب أخذها بعين الاعتبار من أجل اقتناء أضحية سليمة؟ والمدن الكبرى جل الكباش الموجودة فيها جاية من المناطق الداخلية، سورتو الكباشة. نوصوا إخواننا اللي رامي نقلوا فيهم لي ترونسبورتور، لازم يعرفوا النظام الغذائي اللي كانوا ياكلوه، الطريقة اللي كانوا يأكلوهم بها. لبنا بلي بزاف اللي ما يحبوش يعطوا القوط، ألوغ لا فيبر أو بيان لي فيبر سون انديسبونسابل بوغ لا ديجيستيون. معظم الناس ما يعرفوش يربوا، ما يعرفوش كيفاه يتربوا الكباش. وصوهم ونقولوا لهم ما تدوهمش يعني بمدة زمنية طويلة قبل العيد. العشر أيام هذه ماهوش راح يسمن الكبش تاعو، يروح يعطيلو توسكي primordial tout ce qui est indispensable. مع الإجراءات الجديدة التي رسمتها السلطات لمواجهة الأمراض، أصبح استظهار الملف البيطري شرطا ضروريا لعرضها في الأسواق. السلطات في هذا العام تأخذ تدبيرة جديدة، ألا وهي وضع لو سيرتيفيكا دو بون سانتي افيك بريسيزيون دو كاميون ترانسبورتور لي ماتريكولاسيون دو كاميون ترانسبورتور. زادوا في المرة هذه إلزون إكزيجي أن بون دو ليفريزون، معناتها الإنسان اللي يروح يقتني كبش العيد عند البائع يقولوا أعطيني أن بون دو ليفريزون باش تكون عندنا أون بتيت تراسابيليتي، باش في حالة ما إذا كان مشكل نعرفوا نلحقوا لا سورس تاع المشكل هذا. غياب الخبرة والضمير المهني في تربية وبيع الكباش، فمن الواجب التكثيف من الخرجات الميدانية والتزام الحيطة والحذر للحد لمختلف التجاوزات.